أهلا بكم معنا من جديد، ومرة أخرى نرحب بالمهندس صديق الصادق المهدي ضيفنا من السودان. بدي أسألك سؤال عن ربما هذا التجاهل الدولي، تجاهل المجتمع الدولي لما يحصل في السودان. يعني ما في حراك دبلوماسي عالمي لمساعدة السودان ولا من أي دولة كبرى في العالم، الأمور متروكة لدول الجوار، دول الإقليم والدول الإفريقية. المساعدات أيضا المطلوبة بالنسبة للسودان مطلوب تقريبا 100 مليار أنا زي حسب يعني تقديرات، ولكن لم يتم التوافق إلا على 4% من هذه القيمة. هل ترون بأنه في تجاهل دولي لما يحدث بالسودان؟ أتفق مع نقطة التجاهل الدولي لما يحدث في السودان، ولكن غير مسألة التجاهل الدولي، العالم مشغول بأزماته، مشغول بقضاياه في مناطق أخرى في دواخل يعني دوله، ولكن كذلك نحن لنا إسهام في الذي يحدث، لأنه السودان للأسف يعني صرح بذلك المسؤول مفوضية الأمم المتحدة للعون الإنساني، إن السودان ثاني موقع في العام المنصرم، كان ثاني موقع في العالم يعني من ناحية تعرض العمال الإغاثة والمنظمات العاملة في الإغاثة للأذى وعدد القتلى، وهذه مأساة كبرى. يأتون أناس لمساعدتنا ونحن نقتلهم، ولذلك هذا ظرف موضوعي يحيد من إمكانات وقدرات توصيل المساعدة على شح هذه الإمكانات والقدرات. نحن أمامنا عمل كبير، ونحن نجتهد الآن في إبراز القضية السودانية ومعاناة السودانيين وضرورة تجاوب المجتمع الدولي. نسعى في هذا المسار بالتوازي مع مسار العمل على إيقاف الحرب، لأن الحرب مع استمرارها يصبح من طيب اللي بيحصل بالسودان. أنت بتشوفه أستاذ صديق حرب أهلية داخل تيارات سودانية، ولا حرب إقليمية بتستفيد منها أطراف إقليمية وربما أطراف دولية أيضا؟ يعني مش من مصلحتها أن تتوقف الحرب حتى الآن، في قوى تتصارع على الأرض في السودان. السودان طبعا بلد معروف يعني فيه موارد كثيرة جدا، وظلت الحكومات العسكرية المتتالية والحكم العسكري الأخير الشمولي القابض التمكيني يعني يستغل موارد البلاد، وهناك أطماع إقليمية كذلك ودولية في موارد السودان. بدأت هذه الحرب، ولكن بين الجيش وقوات الدعم السريع، وهم كانوا يعني الطرفين أحدثا انقلاب 25 أكتوبر مع بعض، وضد المدنيين وضد القوى السياسية وضد الثورة السودانية، وثم بعد ذلك يعني خلاف الحرب التي وقعت على المدنيين السودانيين ونعيش مأساتها الآن. الحرب عندما بدأت مع استمرارها تتحول طبيعتها، الأسئلة التي طرحتها منذ اليوم الأول لم تكن كذلك، ولكن مع استمرار الحرب وتمددها يعني مثلا التمدد في المجتمع السوداني، المجتمع السوداني الآن يعاني من توفير أبسط متطلبات الحياة، الأمن. ليس هناك من يحميه، ولا يجد الشعب السوداني داخل السودان أي حماية من أي جهة، بالعكس الاقتتال يدور على رأسه وهو ضحية الحرب بين الطرفين. وكذلك لا يجد مأوى ولا يجد متطلبات الحياة من مأكل ومشرب، وهذا يدفع القادرين على حمل السلاح ضرورة الانتماء لأحد الطرفين من أجل الأمن والحماية وتوفير أبسط متطلبات الحياة. مرة أخرى أعود وأقول لك أنه هذا كلام قد يصفه البعض بأنه شاعري، لأنه اللي بيحملوا السلاح في وجه بعضهم البعض يعني ربما يكون في هذه المرحلة آخر همهم هذه المعاناة الإنسانية، لأنه ما يسعون من مكاسب سياسية وسلطوية وراء ذلك أكبر من فكرة فقدان حياة الإنسان أو حالة الجوع، وإلا كنا شفنا تحرك بهذا الاتجاه. بس المشكلة الأكبر تعرف أنها التيارات المدنية السودانية أيضا تتخندق خلف هذه الجهات العسكرية المختلفة على الأرض، وخلف بعض الميليشيات وخلف الجيش. كيف ممكن تحل هذه الأزمة؟ لا يمكن أن تحل بمجرد أمنيات. نعم، النقطة التي أنا كنت أتحدث عنها أن الجهات التي انتمت بمحض إرادتها قبل الحرب، انتمت للجيش، أصبحت في مؤسسة الجيش النظامية السودانية،
انتمت للدعم السريع واصبحت في قوات الدعم السريع، هذه بمحض ارادتها يعني قاموا بهذا الانتماء. ولكن انا اقول بعد الحرب هناك مدنيون سودانيون اضطروا للانتماء، يعني ليس هذا ليس قناعه منهم ولكن متطلبات الحياه توفيرها اضطرهم لهذا الانتماء. انا اتحدث عن ضروره حمايه هؤلاء وتوفير ضرورات الحياه عشان يكون قرارهم المدني مستقل في هذا الجانب. فبالتالي الحرب بشكلها هذا في حاله استمرارها ستقود هاي المطالبه للحمايه والدعم لكي يستطيع هؤلاء ان يتخذوا قرارهم بانفسهم بدون ضغط. من مين؟ من هي الجهه التي تطالبونها؟ أن نطالب بإيقاف الحرب، لأن استمرار الحرب ليست هناك مساعدات كافية تصل، واستمرار الحرب يدفع المجتمع السوداني لحرب أهلية طاحنة، وهذا يجب أن نسعى لتجنبه بكل ما أوتينا من قوة. وبالتالي الحرب في طبيعتها تتوسع وتصبح تتمدد لتصبح حرب أهلية، ويتدخل الإقليم والمصالح الدولية، ولذلك مع مرور الزمن تتعقد أكثر وأكثر. اليوم وبالتالي سمعنا يجب علينا أو في الفترة الماضية سمعنا أنه الحالة الإنسانية الصعبة في السودان وحالة الجوع في السودان بدأت تتجاوز السودان إلى جنوب السودان وإلى تشاد أيضا. هل يمكن أن يحرك هذا المجتمع الدولي تجاه محاولة يعني إيجاد حل، مساعدة الأطراف على إيجاد حل؟ ما بدكم حل يجيكم من برا جاهز، بس على الأقل الأطراف ربما هي بحاجة لمساعدة. والله نامل ذلك. نحن يعني المأساة السودانية أكثر من كافية، ونحن يعني ندفع ونسير في خطين حقيقة، السعي لتوصيل المساعدات اليوم وليس غدا، وفي ذات الآن السعي لإيقاف هذه الحرب، لأن هي التي تسبب المأساة وتسبب كل هذه الكوارث وتمنع وصول المساعدات لمستحقيها أصلا. ولذلك العمل كله يسير في هذين المسارين بالتوازي مع بعض، ويجب العمل جميع أصحاب الضمير وجميع أهل السودان وجميع من يريد مساعدة السودانيين أن يعمل من أجل إيقاف هذه الحرب، لأن المواطن السوداني الآن لن يستطيع أن تحملها أكثر ويعاني أكثر، والآن هو استنفد مدخراته كلها، وكل يوم تستمر بهذا هو ستصبح عليه بالإضافة للمعاناة من القتل والتشريد والدمار، يعاني كذلك من مشكلة توفير أبسط متطلبات الحياة. وهذا يصح يحق السودانيين الذين هم داخل السودان والذين هم اضطروا لهجرته ومغادرته للخارج، كلهم يعانون الآن. طيب رأيك أنت قيادات الحرب أو القيادات اللي بتقود الحرب والجماعات المدنية أيضا الأحزاب السياسية المدنية المصطفى وراء هذا الطرف أو ذاك، لم تعد ترى هذه الأزمة السودانية أو تريد من أحد أن يذكرها بالوضع السوداني، ولا المسألة لا تعنيهم في نهاية الأمر؟ هذا هو سؤالي. هناك من صنف نفسه مع أحد طرفي الحرب وهذا خياره، ولكن نحن نتحدث عن الصوت المدني والقوى السياسية والمجموعات المدنية المختلفة التي تريد إيقاف الحرب ولا تصطف ولا تخف مع أحد طرفيها، لأن الوقوف مع أحد الطرفين لا قيمة له، وهو يشجع الحرب ويؤدي لاستمرارها، واستمرارها لن يحقق شيء غير القتل والدمار. ولذلك الموقف المدني الصحيح والوطني الصحيح هو العمل على إيقاف هذه الحرب وإبراز الصوت المدني لإيقاف هذه الحرب. في البعض يتحدث عن أنه ربما واحد من مطالب أو المطالب التي يراد تحقيقها بعد انتهاء هذه الحرب هو فك ارتباط الجيش بالحركات الإسلامية، هل هذا صحيح؟ الارتباط الجيش والتأثير السياسي على الجيش السوداني هو من واحد من التشوهات الكبيرة في جسد الدولة السودانية، ولا تستطيع دولة أن تستقر وتستمر إذا كان هناك تأثير سياسي على الجيش النظام الوطني، هذا لا نفس فيه. ولذلك هذا من أبرز نقاط الإصلاح التي يجب أن تحدث في جسد الدولة السودانية وفي الجيش السوداني والقوات النظامية السودانية. تتصور أنه توقيت هذه الحرب ما كانش في صالح الشعب السوداني على الإطلاق، لأنه ولا حرب أصلا يتم اختيار توقيتها بصالح أي شعب، ولكن مع الوضع في أوكرانيا والآن من شهر 10 حتى الآن مع الوضع في غزة، يعني الوضع اللي بتشعر فيه مصر تجاه ما يحدث في غزة وما يحدث في السودان كدولة جوار، هل أثر على
ربما محاولة الآخرين أو طريقة الآخرين في مساعدة السودان لإيجاد حل؟ الأزمات الدولية والإقليمية هذه وقت تؤثر، ولكن السودان نفسه وضعه يعني يستحق الآن المساعدة والعمل على إيقاف الحرب، لأن هذه الحرب طبعا ضحيتها المباشرة هي الشعب السوداني كله، كله ضحية هذه الحرب. ولكن هذه الحرب يعني آثارها السلبية تتمدد نحو الإقليم، ستهدد أمن طول الجوار، وستهدد أمن القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر إن استمرت هكذا. وبالتالي يجب أن يعمل الجميع الآن، الدول الإقليم والمجتمع الدولي، مع الموقف الذي يقوده المدنيون السودانيون العاملون من أجل إيقاف الحرب، لتضامن الجهود كلها للسعي لإيقاف هذه الحرب، لأن تمددها يعني الدمار ويعني الموت ويعني الاضطراب ويعني الفوضى في المنطقة كلها. لذلك لا حل غير إيقاف هذه الحرب، لا أحد يستفيد منها أصلا، ولا حتى طرفيها، ليس باستطاعتهم إذا هم استمروا في الحرب وحققوا أي نصر عسكري أن يترجم هذا لتسلط وتحكم سياسي في البلاد. ونحن نتحدث عن 10 مليون بين نازح ولاجئ في السودان، أكثر من 9 مليون نازح، يعني هؤلاء لابد لنا أن نتساءل عن أوضاعهم، عن ما الذي يمكن أن يحصل لهم لاحقا. ولكن انتهى وقت برنامج البعد الآخر، شكرا جزيلا لك سيد الصديق الصادق المهدي على المشاركة معنا.